الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم درسنا عن القسمة على 1 و5 و10. بداية سوف نقوم بمراجعة القسمة. ما معنى القسمة؟ هي عملية طرح متكرر أو توزيع المقسوم على المقسوم عليه بالتساوي. كما أخذنا سابقا أجزاء القسمة وهي المقسوم وهو العدد الأكبر، المقسوم عليه والناتج. الناتج يأتي بعد إشارة تساوي دائما. مثال 24 تقسيم 3 ويساوي 8. بعد ذلك نقوم بعملية التحقق للتأكد من صحة الحل، وقانون التحقق هو الناتج ضرب المقسوم عليه يساوي المقسوم، وحسب المثال المعلوم 8 ضرب 3 يساوي 24. سنبدأ بالقسمة على 10، ولكن قم بذكر مضاعفات جدول العشرة بمساعدة والدتك. هيا لنذكرها معا. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. لدي 20 قطعة من الحلوى تم توزيعها على 10 أطفال. هيا لنوزعها معا عليهم بالتساوي. لقد حصل كل شخص على 2 من الحلوى. نقوم بأخذ جملة القسمة كما هي ويتم تحويلها إلى عملية طرح. 20 ناقص 10 يساوي 10. الآن نأخذ الناتج الآن نقوم بأخذ الناتج وهو 10. نقوم بطرحه مرة أخرى. 10 ناقص 10 الناتج 0. كما تعلمنا أن 20 تقسيم 10 يساوي 2، فإن ذلك يتمثل في تكرار عملية عدد مرات الطرح. 1 2. الآن سنقوم بالتطبيق على قانون التحقق. الناتج هو 2 ضرب المقسوم عليه وهو 10 يساوي المقسوم 20. الآن سنقوم بالتطبيق على قانون التحقق. الناتج هو 2 ضرب المقسوم عليه وهو 10 يساوي المقسوم 20. وخط الأعداد، حيث يبدأ خط الأعداد بالصفر من الجهة اليسرى، نقوم بوضع المضاعفات للعدد 10 على خط الأعداد، ونقوم بالقفز العكسي من المقسوم وهو 20 وصولا إلى الصفر. ونفس الخطوات السابقة نتبعها على جدول 5. والآن هيا يا صديقي قم بكتابة الواجب من السبورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.